السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله يا شباب، الفيديو بتاع النهارده لسنه اولى ثانوي. احنا كنا خلصنا من كتاب جيم الجرامر بتاع المضارع التام والماضي البسيط، فان شاء الله النهارده هنحل من كتاب المعاصر. يلا بينا مع بعض نروح نشوف الاسئله اللي موجوده على القواعد بتاعتنا. نمبر 1، you aren't in your office. sorry sir, I space to restaurant for lunch. طبعا اكيد هيقول له انا رحت الى المطعم for ايه for lunch. يبقى I have gone to، لان هو طبعا بيقول له انت مش موجود في المكتب بتاعك، يبقى طبعا هو حاليا مش في قلب المكان، يبقى ذهب ولم يعد. Number 2، my uncle lives in Canada. So I haven't seen him space the age of 10. طبعا هو الكلام هنا داخل في بعض يا شباب، هو كتاب كده اصلا. طبعا هنا احنا عندنا الكلام at the age of ده بيبقى حاجة محددة، لان احنا قلنا في عمر الثانية، في عمر الثالثة، لما كان شاب، لما كان طفل، لما كان كذا، فبناخد كلمة ايه since. Number 3، my mother has never spaced to go to hospital. يبقى my mother has never، تصريف ثالث الفعل، يبقى needed عشان كلمة has. Number 4، ناصر has lived in this house since he spaced a child. طبعا قايلين قاعدة since بيجي وراها ماضي بسيط، يبقى since he was a child. I only bought my new camera last week. أنا لسه شاري الكاميرا بتاعتي الأسبوع اللي فات. But I space 300 photos with it so far. طبعا يا شباب ما دام عندي كلمة so far يبقى مضارع تام، يبقى have already taken. He can't play football. هو مش قادر يلعب فوتبول because space his leg. طبعا لأنه لسه كاسر رجليه أو رجليه اتكسرت، يبقى مضارع تام، يبقى has، والتصريف الثالث الفعل. تلات أرباع الجمل هتلاقي لحد ما مشابهة اللي احنا حليناه في كتاب جيم. نمبر 7، منى از ان كايرو ناو. خلي بالك هي ايه للاسكندريه، يبقى اكيد طبعا هي راحت وجت من الاسكندريه لانها موجوده في القاهره الان، فقلنا ناخد هاز بين تو او هاز بين تو. نمبر 8، اي سبيس فور 5 اورز افري داي لاست ويك. وهنا طبعا حته جميله جدا جدا جدا، انا عندي هنا لاست ويك يبقى زمن باست سيمبل، على الرغم ان في كلمه فور يا شباب، وقلت لكم الحصه اللي فاتت، وقلت لكم برضو في الفيديوهات الاولانيه، وكنت عامل لها فور بتيجي في الباست وبتيجي في البريزنت بيرفكت. طبعا ده هيتحدد على معنى الجمله. سبيس يو انجوي، طبعا على طول ما دام في تصريف ثالث للفعل من غير ما نفكر يبقى هاف او هاز، والتصريف الثالث للفعل. شي هاز ليفد ان لندن، طبعا 3 years مش هنقدر نحدد الكلام موجود هنا، فطبعا هناخد فور 3 years او اي عدد من السنين او الايام. هي سبيس تو كايرو، اي ويت فور هيم انتل هي كومز باك، انا استناه لغايه ما يرجع. لسه قايلين الكلام ده في الفيديو اللي فات، يبقى طبعا هنا ذهب وما زال هناك. نمبر 12، نوها هاز سبيس كلين ذا روم ات لوكس نايس. طبعا يبقى هي بالفعل نظفت الحجره، يبقى اوريدي ومعاها هاف او هاز تصريف ثالث للفعل. نمبر 13، we have lived in that house space 20 years. لسه قايلينها فوق اي عدد من السنين طبعا، يبقى 4. I haven't met him، وهنا عندي يا شباب ماضي بسيط من غير ما نفكر على طول، قاعده السنس قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط، كلها حاجات تعتبر معاده، بس انا برضو قلنا نحل المعاصر علشان في ناس بتحب كتاب المعاصر وفي ناس بتحب كتاب جيم، يبقى احنا حلينا الاثنين، وفي نفس الوقت يعتبر تاكيد على الحل بتاعنا. نمبر 15، we space in Cairo since 1993. طبعا هنا برضو مضارع تام عشان كلمة since وراها سنة محددة، يبقى have lived. نمبر 16، he space come back home. طبعا هنا الوحيدة اللي تنفع هنا عشان already معاه has، ما ينفعش المفروض has الأول، وبرضو just لازم has الأول، never مش تنفع طبعا، يبقى has just.
لو قلت نيفر بس لوحدها يا شباب يبقى لازم هنا فيرب في اس اللي احنا كنا واخدينه برضو في البريزنت سيمبل، كنت انا شارح الكلام ده في الفيديو بتاع البريزنت سيمبل. هاو لونج سبيس وركد ان كايرو، قالوا طبعا سينس، ما دام في هنا سينس يبقى هاز، وهي تصريف سادس الفعل يبقى مضارع تام. خلي بالكوا يا شباب ان احنا برضو قلنا هاو لونج اجو بتيجي مع زمن الباص سيمبل، بيجي وراها كلمه ديد، واكمل الجمله بتاعتي. نمبر 18 هي سبيس زير فور 10 ييرز، هي انتندز تو ريتاير، لسه على فكره وقت يا شباب هيتقاعد السنه الجايه، يبقى هو ما زال في العمل، يبقى هاز وتصريف سادس الايه للفعل. نمبر 19 سبيس يور سيلف تو داي، قال له يس اي هاف هاد ا جريت تايم، طبعا هل انت استمتعت باليوم بتاعك، يبقى هاف يو انجويد، وفي هنا هاف يبقى مضارع برضو تام. نمبر 20 اي سبيس ماي اكزام، اي ام سيلبريتنج ماي سكسس، انا طبعا بحتفل بالنجاح بتاعي مع الاسره بتاعتي، يبقى انا لسه ناجح، يبقى هاف تصريف سادس للفيرب. اي سبيس برازيل توايس اب تيل ناو، حتى الان، يبقى طبعا مضارع تام، يبقى اي هاف فيزيتد اب تيل ناو، كلمه اب تيل ناو من ضمن كلمات المضارع التام. نمبر 22 سبيس الونج تايم، طبعا قلناها اكسبريشن اتس الونج تايم سينس، اتس 2 ييرز سينس، وهكذا اكسبريشنز موجوده عندي. 23 nothing interesting space since، ما دام في سنس على طول يبقى مضارع تام، طبعا nothing ده شيء مفرد يا شباب، يبقى has happened، مفيش حاجه حصلت منذ الاسبوع اللي فات، او منذ ان رايته الاسبوع اللي فات، سوري منذ ان رايته. 24 the writer space his book yet، طبعا على طول من غير ما نفكر يدي بتاعت اعدادي، طبعا hasn't تصريف سادس للفعل، او haven't تصريف سادس للفعل. 25 وحيد اند محمد سبيس فريندز اول زير لايف، طبعا ما دام طول حياتهم كده يبقى في هنا استمرار او مضارع تام، يبقى طبعا هاخد هاف بين فريندز. نمبر 26 وي سبيس ايتش اذر سينس، برضه اهوت يبقى هاخد مضارع تام، يبقى هاخد هنا هاف نون. واحد يقول لي يا استاذ مش ممكن اخد مضارع تام مستمر، طبعا ما ينفعش يا شباب، لان هنا كلمه نو ما بيجيش معاها فيرب زد ان جي، وقايل برضو الكلام ده في قلب الفيديوهات اللي فاتت. 27 زي سبيس ان ذا جاردن، ادي عندي كلمه فور وناو اهيت، يبقى طبعا مضارع تام، يبقى ياخد هاف وركد. نمبر 28 اتس سبيس لسه قايلينها اتس 3 ويكس على طول، وسنس طبعا اتس مده سنس، واحط ماضي بسيط، حاجات كلها يا شباب سهله وجميله، يا ريت يجيب لنا زيها في الامتحان. What has happened to him space this morning، يبقى اكيد طبعا since this morning عشان حاجه محدده اقدر احسبها. نمبر 30 مصطفى has space to the club، he is on his way there، هو في طريقه، يبقى هو راح طبعا ولسه ما رجعش، يبقى has gone to. نمبر 31 مصطفى has space to the club، he looks as if he has had a great time there، طبعا بيبدو ان هو استمتع بوقته هناك، يبقى طبعا هو شايفه قدامه وفرحان وبتاع وكلام من ده، يبقى هاز بين تو، يعني ذهب وعاد. مصطفى هاز سبيس ذا كلاب فور 3 اورز، طبعا هنا هيبقى مضارع تام، طب ماشي هو كله مضارع تام. اي وندر وين هي ويل ريتيرن هوم، بصوا بقى هنا يا شباب الثلاث جمل دول حلوين جدا، هو هنا قلنا ذهب ولسه هناك طبعا لسه في طريقه، هنا هو شايفه هوت هي لوكس، يبقى هو شايفه قدامه، يبقى راح راح ورجع. دايما يا شباب قلت لكم مثال قبل كده على ما اعتقد، يعني هاز بين ان اللي هو قاعد هناك دلوقتي، هي هاز بين ان ذا كلاب فور 3 اورز، بقى له 3 ساعات هناك، اسمها بين ان. اي وندر وين هي ويل ريتيرن، حتى هو بص بيقول لك ايه، انا متعجب هو هيرجع امتى، يبقى هو قاعد في المكان دلوقتي. كانت برضه جايه قبل كده مش فاكر في اولى او ثانيه او ثالثه، كان بين ان هوسبيتال، هو قاعد في المستشفى، فالاجمل بنستخدم كلمه بين ان او بين ان. نمبر 33 اي سبيس برازيل ان 2014، طبعا هنا قلنا وين ان ومعاها الزمن، يبقى ده باص سيمبل، دي معروفه من ابتدائي، يبقى وينت تو. نمبر 35 4 اي لاست ميت هيم، طبعا دي خدناها قاعده على طول معاها، قاعده وين لسه حللنا برضو في الفيديو اللي فات في كتاب جيم. 35 ماي سكرتري سبيس 3 ايميلز توداي، 3 ايميلات، وانا لما يكون في عدد كده هي ممكن تعمل
ايميلات تانية. she will send a bus حتى هي تبعت الباقيين in 5 minutes. طبعا هنا هتاخد has sent، هي بعتت 3 ايميلات وممكن ترسل اكثر من ذلك. 36 my grandfather space ill for او over the last year، يبقى كده على طول ده مضارع تام يبقى has been ill. number 37 have you finished your homework، وقلت لك يا شباب الحته دي جميله جدا you are very quick، يبقى انت هنا بتتعجب من ان الكلام ده حصل فباخد معاها كلمه already وليست كلمه yet. بس انا بستفسر انت عملت الشيء او لا. number 38 I haven't been to Aswan since سنة كذا، ده معناه ايه؟ ان انا طبعا ما رحتش الى اسوان من سنة كذا. I have been in Aswan since لا طبعا. I have never been to Aswan، انا عمري ما رحت خالص. لا I wasn't، انا ما كنتش طبعا. انا ما رحتش، يبقى هو كان هناك في سنة 2000 وايه، يبقى I was in. number 39 علي and his family، علي واسرته have never traveled since، طبعا احنا قلنا since بيجي وراها ايه يا شباب؟ past simple. طيب اما اجي ادور هنا كده واحد يقول لي هو past simple يا مستر، طيب حلو قوي، يبقى since married على طول ولا since he married؟ ما عنديش هنا فاعل يبقى مش ماشيه. حته جميله جدا وجمله جميله جدا، يبقى since his marriage يبقى منذ زواجه، يبقى هنا طبعا ايه؟ noun تمشي معايا عادي جدا مع الجمله. نشوف الجمله اللي بعدها number 40 he has been on holiday space the last، طبعا من غير ما افكر اخد for the last. حته جميله برضو يا شباب افكركم بيها، ساعات the last دي بتاخد since بس the last meeting the last party، لكن ما بتبقى مع الاوقات العاديه كده بتاخد كلمه for، برضو انا قايلها قبل كده في فيديو بس قلت افكركم بيها. number 41 now Huda lives in extreme poverty، عايشه في فقر مدقع because all her money she space lost، يبقى طبعا she has been lost. لأنها برضه present يبقى present ايه perfect. number 42 have you finished reading that novel space، في برضه اهو that's amazing ده شيء مذهل، يبقى اخد كلمة ايه already. طبعا على طول لسه قايلين الكلام ده دلوقتي، يبقى since you space your homework you won't be allowed to go out. حتة جميلة جدا ونخلي بالنا هنا يا شباب. طبعا احنا قلنا ممكن استخدم روابط، ولما استخدم روابط يا شباب فيها will او will not في اليمة التانية اخد الجملة التانية في زمن ال present perfect، برضو قلتها الحصة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات، جملة جميلة. طبعا كله متعود ان السنس بيجي معاها ماضي بسيط. number 44 it has a space been the main concern of parents، باهتمام طبعا الاباء to maintain a good future for their children، ان هم يوفروا او يحققوا مستقبل حلو لاولادهم. طبعا هنا it has always been، طبعا دي عاده بالنسبه للاولاد او للاباء او بالنسبه لهم تعتبر شيء دايم، يعني ان هم دايما بيتمنوا لاولادهم الايه الافضل او الاحسن. number 45 I didn't feel that a thief entered the flat since I space the match on TV. برضو هنا هتلاقي يا شباب برضو جملة جميلة جدا، هنا في since وهنا past simple وليس مضارع تام عشان ما حدش يروح ياخد اليمة دي ماضي بسيط، يبقى since I was watching، منذ كنت قاعد بفرج على الايه الماتش، يبقى انا ما شعرتش حد اثناء ما كنت قاعد بفرج على الايه الماتش، مثلا ما شعرش ان حد دخل الشقه يعني. سينس ديت لها قواعد كتير يا شباب فخلي بالكم منها عشان يضحك عليكم، دايما لو خدتها على المضارع التام هتلاقي مضارع تام ماضي ايه؟ ماضي بسيط. لان لو قلت وش طبعا هيبقى الحدث انتهى كده، هو طبعا مش هيشعر بحاجه، لكن هو اثناء ما هو كان قاعد بيفرج ما شعرش بشيء. 46
I am in secondary one. أنا في سنة أولى ثانوي. I speak English for 10 years now. طبعا هنا مضارع تام عشان هو ما زال بيدرس في اللغة الإنجليزية. This is my house. ده المنزل بتاعي. I speak. طبعا أنا قعدت هناك 3 سنين يبقى برضو have a lived وما زال قاعد هناك. That was my house. نركز بقى كده يا شباب. ده كان المنزل بتاعي. I space there for 3 years. طبعا بص هنا في الجملة دي كده this is my house يبقى مضارع تام present present perfect. لكن بص هو ضحك عليا هنا وعمل ايه؟ ما دام هو كان مضارع تام هنا يبقى انا هخليه هنا ايه على طول من غير ما افكر، يبقى هخليه ماضي تام، يبقى هذا التصريف السادس لايه؟ للفعل. جملة جميلة برضه. نمبر 49. He has just taken an aspirin. هو لسه يا دوب واخد اسبرينا. This means that. هذا بيعني ان هو. بصوا يا شباب دايما انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت كلمه just بتساوي ايه على طول؟ a moment ago. يبقى ان هو خد اسبرينا a moment ago. طبعا واحد يقول لي يا استاذ، قال له طب ما انت عندك يا مستر اهو a moment ago a moment ago، يبقى الاثنين دول ما لهمش لازمه معانا خالص. طيب نرجع هنا ثاني كده يا شباب، في هنا هاز تصريف سادس ومعاه a moment ago. الجمله جراماتيكال غلط طبعا، لان ما ينفعش هنا مضارع تام مع كلمه اجو. اللي ينفع معايا يا شباب باست سيمبل مع كلمه اجو، لان كلمه اجو بتعبر عن زمن الماضي البسيط. جمله جميله وحلوه جدا. يارا هاز نيفر ايتن شريمبس. هي ما كانتش شريمبس قبل كده اللي هو الجمبري. ذس مينز هذا يعني طبعا انها ما كانتش او ما بتاكلش يعني في البريزنت. وعندي هنا she had never طبعا ده ماضي تام. she wasn't ماضي بسيط مش ماشي معايا. طبعا الاجابه بتاعتي يبقى she hasn't ever eaten shrimps. I have lived here. انا عشت هنا in the city for 10 years. what does this sentence mean؟ معنى الجمله ايه؟ طبعا حقيقة يا شباب ان المضارع التام بيعبر عن حاجه كانت بتحدث في الماضي وما زالت بتحدث في الحاضر. I no longer أنا مش عايش في المدينة دلوقتي. طبعا هو have هنا يبقى هو عايش. I didn't live أنا ما عشتش فيها في زمان. طبعا لا هو كان عايش وما زال عايش. I have always lived in this city ولا I still live. يبقى طبعا I still live يعني أنا ما زلت عايش in this city في هذه الإيه المدينة. نمبر ماشي ده fill in the space املأ الايه الفراغات. نشوف كده مع بعض. My father is 59 years old. هو عنده 59 سنة. He space worked as an accountant. طبعا هنا ما دام في worked يبقى تصريف سادس الفعل، يبقى انا عايز مضارع تام، يبقى he has. كبر بس الخط شوية. ماشي. he has worked as an accountant for the same company since he space 22. طبعا اكيد هنا منذ ان كان عنده طبعا في الماضي، يبقى since he was. نكبره كمان شوية. ماشي. So he has worked there about 37 years. طبعا ما دام هنا مدة مش هنقدر نحسبها، قعد 37 سنة، يبقى ناخد كلمة ايه؟ for. he is looking forward. تاخد ايه على طول من غير ما افكر؟ طبعا تاخد كلمة to. look forward to دي يا شباب يجي وراها يا اما اسم يا اما verb زائد اي ان ايه؟ ان جي. Mr. Magdi is one of my best old friends. هو من أفضل أصدقائي القدامى. I met him. I attended his daughter's wedding. لسه قايلين طبعا الكلام ده يا شباب. يبقى آخر مرة يبقى I last. وأوتوماتيك على طول من غير ما نفكر بيبقى معاها اليمة التانية قاعدة إيه؟ when. Space has grown old. طبعا أكيد هو طبعا لأن هو بيتكلم عليه. he has grown old وفي الاخر طبعا بالفعل هو ايه كبر already كبر في السن يعني. قطعة اللي بعد كده.
I miss my village very much. It's years since I. طبعا لسه قايلين برضو قاعدة since، يبقى since I last آخر مرة went there. I also missing living نقط our house، يبقى العيش في المنزل بتاعنا، يبقى in our house. Peace and quietness اللي هو السلام والهدوء. Space disappeared from my life، يبقى طبعا هنا مدام disappear تصريف ثالث للفعل، يبقى عايز have أو has عشان هما اتنين جمع، طبعا أخد كلمة have. طبعا I left the city، طبعا هنا كلام يا شباب محدد، يبقى اخد معاه كلمة ايه since. My friend عمر and I enjoy camping، بنستمتع بالكامبينج اللي هو المعسكرات يعني. We space always gone camping together، اكيد من غير ما نفكر هاخد كلمة have عشان تصريف ثالث للفعل. Last طبعا time، يبقى the last time وده اكسبريشن احنا حافظينه، اخر مرة we went camping last summer، برضو هنا كان وده اكسبريشن برضو موجود عندي، the last time كذا was، have you space been in camping، يبقى have you، طبعا ده بتيجي في السؤال دايما كلمة ايه ever. شوف كده الادفانسد، في ناس كتير بتسألني على الادفانسد، على ان هو اصلا المفروض يعني دي حاجات بتبقى صعبة شوية أو للمتفوقين المفروض ما يجيبهاش يعني. I injured my knee، أنا رجلي أو ركبتي اتأذت. And I haven't played football، طبعا هنا هتبقى since، ليه يا شباب؟ لأن يعني عايز يقول لك الكلام يعني منذ أن رجلي اتعورت، بس هو طبعا حاسب بقية الإيه؟ بقية الجملة، هي العملية كلها عملية معنى. We have lived here، طبعا هنا since fall، طبعا الناس هتقول لك ايوه يا استاذ كلمه فول ديت، كلمه فول ديت لا يقع يعني، لا يا شباب هو برضو لعب هنا بالالفاظ، كلمه فول هنا معناها الخريف اللي هي اوتم، اوتم اللي هو الخريف بيساوي كلمه فول، فطبعا هنا since وراها حاجه محدده قلنا اللي هي فصول السنه، طبعا انا ممكن استخدم معاها كلمه ايه since. نمبر 3 they space 14 years when I met them، طبعا هنا يا شباب لاحظت ان قاعده when ماضي بسيط، I was in Paris in 2016، يبقى طبعا هنا هما تزوجوا وفي زمن الباست بيرفكت مبني للمجهول زي had been married. نمبر 4 this is the first time I have ever traveled، طبعا ديت احنا خدناها يا شباب في القاعده بتاعتنا في المضارع التام، ده معناه ايه؟ دي أول مرة أسافر فيها لوحدي، أهي بصوا I am traveling alone for the first time، يعني أنا بسافر لأول مرة لإيه؟ لوحدي. نشوف الجملة اللي بعدها. نمبر 5 عمر is the cleverest student I have ever seen، عمر ده هو امهر طالب انا شفته على الاطلاق، ودي قلنا بتستخدم يا شباب في صيغه التفضيل، ده معناه ايه؟ I have seen many clever students، انا شفت عيال كتير، لا طبعا I have seen many students، لا برضو زيهم زي عمر، لان هو طبعا ده افضل ولد هو شافه. It's the first time، دي اول مره ليا ان انا اشوف ولد who has this degree، عنده مثل هذا او هذه الدرجه في الكليفرنس المهاره، يبقى هي طبعا اكيد هي الجمله دي، وبرضه هنا الجمله هنا غلط طبعا، isn't clever as a student I have ever seen، مش ماشيه معايا. نمبر 6 نوران hasn't finished doing her homework، يعني لسه ما خلصتش الواجب بتاعها، يعني لسه قاعده اهي، نوران is still doing، انت معروف معروف اصلا وقلناها في قلب الفيديو بتاع الشرح، is still doing لسه بتعمل الواجب بتاعها. It's still raining، الدنيا ما زالت بتمطر. I mean to say that، يعني أنا بقصد it has rained ولا it was raining في الماضي، طبعا it has stopped raining، أو ما دام في still يا شباب يبقى هي لسه ما توقفتش حتى الآن. طب واحد يقول لي يا أستاذ مش ممكن أقول it has rained، لو أنا قلت يا شباب it has rained ممكن تكون لسه مخلصه من فتره قريبه، لكن هو بيقول لي هنا كلمه ايه ستيل، لان المضارع التام برضو ممكن يعبر عن شيء حدث منذ فتره قصيره، مش تنفع معايا طبعا. نمبر 8
اتس ا مانث، ده الكلام ده كان من شهر، منذ اي لاست، طبعا ده اكسبريشن برضه حافظينه، وينت فور ا ووك، منذ ان نزلت اتمشى. ده معناه ايه؟ اي هاف جون فور ا ووك فور ا مانث. لا مش ماشي طبعا، اي هافنت جون، لا ما ذهبش خالص، اي هافنت جون فور ا ووك فور ا مانث. يبقى انا ما ذهبتش بقالي شهر، يعني برضه هي نفس الكلام هنا، انا ما ذهبتش منذ ايه؟ شهر. يبقى هاخد رقم سي. I have lived in Edfu، أنا عشت في Edfu since 2002. طبعا معنى الكلام هنا إيه يا شباب؟ طيب الكلام ده المفروض إن هو بيعتبر له قاعدة، ودي برضو مش فاكر قلناها في إعدادي أو لأ. I have lived ده يا شباب مضارع تام، ممكن نشيله ونحط start to فعل في الإنفينيتيف، ده قاعدة كده بتساويها. وطبعا بص لو لاحظتوا برضو هنا تاني start ده معايا كلمة إيه؟ أجو. طبعا هنا برضو الجمله دي ما ينفعش ان هو توقف عن العيش، ما ينفعش طبعا، لان هو عايش هناك منذ 2002 وما زال عايش. يبقى هاخد طبعا اي ستارتد تو ليف، ده اكسبريشن كده تحفظه، الاثنين دول بيساووا بعض. برضو هنا واحد يقول لي يا استاذ طب ما ده مضارع تام برضو، هو مش ممكن يساويها؟ احنا قلنا يا شباب ان 14 ييرز لمده 10 سنوات، انا ما اعرفش انه 10 سنوات، لكن هو حدد لي هنا من 2002 لغايه كذا. مش I lost 8 fish on Friday، يعني اخر مرة اكلت فيها سمك كان يوم الايه؟ الجمعة. هنشوف برضو المعنى هنا ايه. I didn't eat fish، انا ما اكلتش منذ يوم الجمعة. I haven't eaten fish since Friday. جمل حلوة جميلة جدا وعايز تركيز. طبعا يا شباب لو انا قلت هو طبعا الاجابة الصحيحة بتاعتنا بي، ليه بقى؟ هنشوف برضو الاجابة دلوقتي، لان سنس هنا المفروض ما يجيش معاها ماضي بسيط، وبعدين الكلمه او برضو المفروض يعتبر هنا كان في ماضي بسيط، كلمه سنس بيجي معاها هنا طبعا، هنا يا اما زي ما احنا قلنا ميمي شويه فوق واحنا بنحل، ممكن احط كلمه عاديه خالص يعني كناون او الباص سيمبل او اللي هو المحددات بتاعتها زي كلمه 2002 وكلام من ده، واليمه الثانيه مضارع تام، دي الوحيده اللي فيها مضارع تام، واليمه الثانيه ممكن احط كلمه عاديه او احط الباص سيمبل. جمل حلوه وعايزه تركيز، هي مش صعبه قوي يعني. شوف برضو التكملة هنا. My cousin studies medicine، بيدرس الطب in the United Kingdom. He has been space London for 3 years. طبعا هنا قلناها مقيمة شوية فوق، ان انا هستخدم هنا كلمة ايه؟ اللي هي has been in، اللي هو موجود في لندن او قاعد في لندن بقاله 3 سنوات. طبعا سو ايه على طول لسه واخدينها في الكلمات بتاعة المضارع التام، يبقى سو فار. He has taken space living there. يبقى he has taken to living. كلمة taken to يا شباب احنا معرفش قلت لكم قبل كده في سنة أولى سنة أو لا، اللي هو اتعود على العيش هناك أو اعتاد على العيش هناك، كلمة جميلة جدا. It has been a week since I last heard، طبعا ديت موجودة عندكم في تالتة إعدادي، اللي هي hear from، يعني يتلقى أخبار من شخص يعرفه. بكده نكون خلصنا على القواعد وحلينا معاهم برضو في الانزا سبيس. متهيألي جمل حلوة وجميلة ومحتاجة شوية تركيز في بعضها طبعا، لكن الأكثرية تحس إنها عادية، إحنا حليناها زيها قبل كده كذا مرة. فأتمنى يكون المحتوى عجبكم، ويكون الزمنين مش صعب ولا حاجة بالنسبة لكم، أو تكونوا هضمتهم على الآخر، لأن هما كده إحنا حلينا عليهم كذا مرة، وفي نفس الوقت الشرح بتاعهم برضو موجود عندكم زي ما قلت لكم يا شباب. ممكن تسمع كل فيديو لوحده او تسمع الفيديوهين مجمعين مع بعض، انا عاملهم الاثنين مجمعين على اساس ان دول بتوع الوحده الثالثه سنه اولى ثانوي، عشان ما تتوهش يعني وتروح تدور عليهم الاثنين. ما ننساش طبعا لايك للفيديو، ونحاول نشير للقناه على قد ما نقدر، علشان كلنا احنا وزمايلنا نستفيد وندعم القناه ونكبر القناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما ننساش طبعا لو في أي تعليق حطولي في أسفل الفيديو زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات.